هلا راح نرجع لموضوعنا اللي هو التطريز البرازيلي. اليوم حبيت نسوي تطريز برازيلي لوردة كتير حابتها أنا، فحابة أشتغلها معاكم. راح أفرجيكم إياها. أنا بلشت فيها إشي جزء جزء وحدة، فراح أعمل معاكم واحدة كيف تنعمل وتعملوها كتير حلوة، فإن شاء الله تستفادون منها. رح نبلش. طبعا أنا عاملة الخطوات، أنتوا طبعا رح تعملوا الخطوات بأشياء تانية، بس هي نفس الفكرة، وتسوون واحدة زيها، بس أنا جهزت عشان يكون معاي وقت تشوفوها وتكونوا عارفين. هل في بتيجي زي هاي المسطرة بس بتيجي دوائر أكبر، يعني إنها كلها صف دوائر وكبيرة وصغيرة، هاي جيبوها إذا بدكم. ما مثلا أنا بس أخذت الدائرة اللي هون وجبت هاي الدائرة بتاع التطريز اشتغلت فيها. راح أعتاز ثلاث ألوان، أنا شكلت هاي الألوان. الوردة بحكي لكم اسمها اللي قدام شوي، هما هدول ألوانها للوردة. حفرجيكم إياها، أقربها عشان تشوفوها. هذا الصفار وهاي. أوكي، هلأ شو راح أعمل؟ أنا عملت وحدة هنا، يعني أعمل لي مثلاً وحدة فوقها، ما عندي مشكلة. هي كان لازم تخلص وأعمل، بس مش مشكلة، بس أنا بدي أفرجيكم. هيا من هون خلينا نبلشها. هاي دائرة، شايفين بالقماش رح يبين بالرصاص، وانا عمدا سويتها هلأ بالرصاص. وعملوها انتو بالرصاص لاني انا رح اشتغل عليها وان شاء الله يروح، يعني ما يظلش مبين. لا انتو حاولوا بغير الرصاص، حاولوا بالطبشورة. هاي الطبشورة أحسن، أحاول بالطبشورة يكون أحسن، بس أنا عم بفرجيكم لأن مشكلتها ما بروح الرصاص. وحاولي إذا تعلمين علمي خفيف، تعلمي خفيف بالرصاص. خليها من جوا. أوكي يلا. شوفوا هاي ودائرة في بطن دائرة. هلا بدي أعمل واحدة هيك وتنتين على الجوانب، يعني كأنه إلها إجرين. أوكي إلها إجرين، هاي هي الصغيرة. لا بلا بيزبط بالتل. انا عملت لوحتين، يجوز انت ما لحقتي عليها. طبعا البرازيلي بنات مش بس على هذا بيزبط، بيزبط كمان على التل اللي هو هذا، اللي هو هذا. يعني بقدر هاي اللي انا هلا عم بعملها اعملها هون، بس انا بدي انتبه عليها لما اشتغل فيها شوي بتغلب مش زي القماش. هلا عملت هاي هيك قاعدة، واحدة من هون واحدة من هون واحدة من هون. هلا عندي الدائرة اللي هي خارجية، الدائرة اللي هي خارجية نفس الاشي رح اعمل هون واحدة، بعدين بتيجي. اوكي هاي واحدة، ومن هون هيك بدها تيجي.
سوري مش هون يا ربي يروح ما راحش. هاي مشكلة الرصاص. هلا شوفوا حايدها، انا عملت واحدة هون واحدة هون واحدة هون، اوكي واضحة. هلا راح ارجع اعمل هون بهاي المكان اللي من هون لهون، من هون واحدة، ومن هون ايش كمان واحدة، اوكي راح يجي كمان من هون واحدة. بس انا شو بضيف؟ راح اضيف لها كمان خط عشان تصير خطين، وهون كمان حضيف لها هون او هون، لا هون خطين، واحد هون واحد هون واحد هون، اللي بالوسط هون هون وهون. راح ارجع ارسم لكم اياها هون، ممكن تكون اوضح كمان. عملت الدائرة هيك، بعدين جبت الدائرة الثانية حطيتها انه هيك ورسمتها. سوري بمسح هاي. هلا شو بعمل؟ عملت من هون قاعدة ومن هون قاعدة، حلو؟ هلأ برجع، شايفين هاي من هون الفتحات، بدي أحط خطين هون وخطين هون وخطين هون، يعني هاد أد هاد، أوكي؟ شايفين كيف عكست الدائرة؟ هيك أنا هلأ عملت عليه ماشي عشان يكون عندكم الرسم واضح. هلا شو ببلش؟ هلا ببلش بالخطوات، اشرح لكم اياها. باجي بجيب المسطرة، بده يكون الارتفاع من هون من 3 لعند اخر المسطرة، لا يعني اتجاوز، يعني عند الصفر، بعد الصفر حتى لآخر المسطرة، 3 لآخر المسطرة، هاي 3 واضح ارتفاعها 3. هلأ هاي من هون بده يطلع عندي 2، ليش؟ هذا بدي أحط هون دبوس، هذا 1 2 3، هاي 1 2 3، وهاي الرابع، وهون نفس الشيء 1 2 3، وهذا 4، هيك هون 4، 1 2 3 4، نفس الشيء هون 1 2 3 4، وهون المسافة قلت لكم 2. إذا صفطت هدول الخرزات المسافة راح تكون واضحة معاكم. عرفتوا كيف رح تيجي للوردة؟ هاي أول ورقة من الوردة، رح نبلشها أنا معاكم. طبعا شو بنحتاج؟ هاي الدبابيس اللي هون، مثلا أنا بدي إياها، خلينا نقول هذا ارتفاع 3، أوكي هاي ارتفاعها 3 بس، وانا مش لازم افكها بس لاني مضطرة، مش اشكال، برجع نفس الاشي اشدها. انا علمتكم كيف تشدوها، بس هاي لانها خشب لازم تكون شدها شوي اقوى، البلاستيك بتعطيني الشد مش معاي، بس ارجع لانه لو بدي اعملها ارتفاع 3 ما راح تيجي، فعشان هيك اضطريت اني افكها عشان انت تسيطري عليها، مش هي عم تسيطر عليكي، لازم انت تشديها فيها.
اوكي. هلا ارتفاعها خلني بس احددها من هون لهون، ارتفاعها حيكون 3 وسط. طبعا انت جيبيها وسط، راح اعلم من فوق، بس اعلمها بس من فوق هاي هيك، وهون اركز يا بنات اشوف وين انا عم بعلم معلش. اوكي هون بجيب اول دبوس، طبعا انا بستعمل يا اما هاي او اللي اكبر منها اللي بتيجي للحجابات الاسطوانة اللي مليانة هيك اكبر منها، بس انا ما لقيت هذول فجبت هذول. طبعا هفوتها من هون الابرة، اطلعها من هون من عند الدائرة. اركز هاي طلعتها من هون، هياتها طلعت معاي. هاي هيك. هلا رح اجيب طبعا هي اعتبرها تيجي هيك. اوكي هلا بعلم زي هيك، هاي مثلا هون حدها واحدة، هاي تنتين. اوكي هاي 3 4 اوكي نفس الشيء. لا اوكي هاي 4. هلا هاي بدي اطلعها هيك. اوكي هلا برجع الجهه الثانيه، بحاول احطهم جنب بعض زي هيك. سوري هيك هذي. هلا انا بس هيك علمتهم. طبعا رح احط 4، ان شاء الله تكونوا عم تستمتعوا معي بهاي الافكار اللي بتشوفوها تستفيدوا منها قدر الإمكان يا بنات. اوكي شايفين كيف؟ هلا هاي برفعها كمان، برجع برفعها هيك، وهاي برفعها هيك هيك بدها تيجي. هلا شو بعمل؟ طبعا انا غزيتها بس غز هيك حطيتها. هلا زي هيك. اوكي زي هيك بغزها انها تطلع من هون. انهم يطلعوا كلهم هون. اوكي okay.
يعني انهم يكونوا متوزعين صح. الإبرة اشوفها صح. طبعا انتي لما تشتغليها راح تشوفيها اظبط وبتزبطي محل ما عم يدخلوا الابر هون، بتزبطيها اكتر. شايفين كيف؟ مثلا بجيب انا قلت لكم 3 خيوط استعملت انه زي هيك، برجع بلفها. طبعا الابرة منيحة فتحتها كويسة ومدورة مدببة، مش مدببة زي ما انتو بدكم، بس انها مش تكونش كتير مدببة عشان ما تعيق شغلكم. هاي انه انا بعقدها. طبعا انا الخيط شوي طولته، انتو يعني حاولوا بس انه ما يخرب معاكم. هاي لفة، لفتين، ثلاث، ظني ماسكتها، بسحب الابرة برم وبسحب. ايوة هيك زي هيك، بخلي الخيطان كلها متساوية. انا بجي اعدلها بشوف اذا بدها تعديل بعدلها، يعني بحاول معاها بشوفهم كلهم جنب بعض جنب بعض ولا اي اشي. اوكي هاي بلشنا. هلا شو بعمل؟ انضبهم بس باجي هلا من هون. هلا انا اذا بدي امكن، طبعا انا دائما لان حيفلت الخيط معي فانا بمكن. كيف امكنها؟ من الوسط هيك، يعني بدخل الخيط اوكي ليوصل لنهايته، برجع كمان مرة بربطها، يعني ربط هيك. ليش؟ هاي للتمكين عشان الخيط ما يفلت معي بالشغل. لو ممكنها اي جهة وبقعد بشتغل بس عشان ما يفلت معي. هلأ شوفي وين الدائرة، هاي هي دائرتي، دائرتي الاساسية هاي، دائرتي الاساسية اللي هي خارجية. بسحب منها هيك، طبعا اشوفي انا كيف بسحب بالخيط وليس بالابرة. هلا باجي بطلعها لفوق وبلفها على اول دبوس وبحطها هون. اوكي لفيت من هون، اطلعت الخيط من هون لفيته حطيته. هلا الدبوس وين اجى؟ هلا بالوسط. حلو. هلا برجع بنفس ال هون حطيت خيط، هون اطلعت خيط، نفس الاشي بلفها بخليها هون. طبعا هو البرازيلي قد ما فيه حركات في ورد بياخذ وقت انتو تشتغليها يعني، بس اذا انت يعني اخذتي فيها وهيك انجاز بتنجزي يعني. هيا برجع. هلا كل هاي عم يطلع عندي، كل هون تنتين، هون هلا تنتين. شايفين كيف؟
احطها هون. هلا وصلت الكبيرة، شو كيف همين بلفها، بس برجع هون طلعوا كيف حطيتها هون. هاي الحركات احفظيها. طبعا انا لانه الاضاءة فانا شايفتها يعني، فانا عم بشتغل على مبدأها. اوكي واضح. طبعا هلا انا مثلا عندي هون حسيتها انه المساحة مش ضابة زي هون، هون في كتير وسع. شو بعمل؟ عادي بقطع الخيط مثلا افكها، لانه هي مش هالقد لازم تكون متباعدة، لانه انا فتحتي كويسة للابرة. بقدر ادخل هلا هيك الخيطين مع بعضهم. شوفي شو قصدي، القصد اني انا لما اجي احطها مثلا هون، مثلا اقربها شوي انها تكون جنب بعض، ما يبعدوا كتير يعني، هيك صف بعض. طبعا انا عم بجيبها هيك ميلان، ما بتنحط مستقيم لكن ميلان. هلا بجيبها حدها هون، شايفه كيف صف جنبها، هي جنب بعض. ولو شفت الدبوس شوي بعيد يعني هون، بحاول شوي اسحبه واخليه على هاي الجهة، يعني قريب ما اخليها بعيد كتير. عشان ايوه عشان تريحني في الشغل.
انا هيك عملت لها، راح اطلعها هيك. هلا هاي راح احركها اجيبه هيك كمان. ايوه قد ما في اضبطها انها تكون بمستوى هديكي، واعملها حتى لو في خطوط، الخطوط هاي بتروح مو مشكال، بزبط يعني. هي بدها تيجي هون، وهذا الخط الثاني هذا راح نمسحه. هلا خلصنا منها. انا بحاول دائما امكن كل اشي بخلصه امكنه، عشان ما يربط كل واحد يكون مربوط مع التاني، لان ما بتعرف شو بيصير معك، فبكون كل اشي مفصول لحاله. اوكي هاي ربطناه. هلا بدي ارجع من هون، هلا عم ببلش اشي جديد. هلا عم ببلش اشي جديد. اللي بيشتغل قش او النول او اي شيء له في هاي الشغل ببين انا شغلك ايش عم بحكي عنه. هلا مثل النول بدخل الخيط او القش من فوق تحت، فوق تحت، فوق تحت، فوق تحت. طبعا ما بخطأ ولا بأي وحدة، أنا عم بمشي عم بحكي هيك مع حالي، بركز عشان يطلع معي مظبوط. شايفين هيك؟ أوكي واضح. برجع ما ب... انا هون ثبتت يا بنات، انا هون ثبتت، بالرجعة الثاني ما بثبت. هلا شو بعمل؟ يعني ما بغزها هون، لا رح اتركها ارجع. اجت من تحت، هلا من فوق، وبمشي كمان زي هيك. يعني كيف بمشي؟ شوفوا عشان تكون بس ايدي ما مش مغطي. هاي اجت تحت، هلا انا من فوق. واضح هيك. اوكي عشان يطلع معي التجديل صح. فوق مرة، فوق مرة تحت، عشان هيك انا ما قلتش كتير راستكم مدببي مدورة عشان ما تقيقك بالشغل. وبضلني استمر فيها لحد ما تيجي لهون ولهون، راح افرجيكم شو بنعمل فيها لما نوصل لهون. طبعا احنا من الخمسة للستة احنا يعني بعطي دورات كل يوم، الموعد هو من الخمسة للستة. هي تعريف عن حرفة، والحرفة اللي احنا بنشتغل فيها منها بتعرفي ايش في بالبلد من حرف، انتي شو بتحبي، ممكن تاخديها الك هواية، ممكن تعلمي ناس، ممكن انت تسوقيها، بتعرفي ايش. احنا بنحضر بازارات، بتشوفي حرفيين، بتسمعي فلان عمل اشي، لكن ما بتعرفي ايش هي المواد او منين بتنجاب. انا ممكن اساعدكم فيها، ممكن اوفر لكم دورات، فاللي حابب يا ريت اهلا وسهلا، ما عندي اي مشكله. فاحنا يا ريت، وطبعا بشكر كل واحد عم ينشر الانستغرام او صفحتي على الفيسبوك،
وعندي قناة على اليوتيوب رح أنزلها، وكمان في مسابقة رح أنزلهم، وإن شاء الله يا رب تدعمونا بهذا الشيء اللي أنا عم بسويه عشان يكون متوفر لكل الجنسين. يعني هي مش محتكرة بس على السيدات، لأن أنا كمان دربت شباب خزف وسيفساء حتى كروشيه، أي مهنة وقش، أي مهنة بيقدر الواحد يشتغلها، رسم ما في أي مشكلة. أنا رح أستمر معاكم فيها زي هيك عشان تشوفوها كيف رح تطلع، كتير رح تطلع حلوة. طبعا هاي فكرتها إنها رح تكون خارجية، نفس الإشي ما بثبتها بالقماش بمشي. ما بشد كتير ولا برخي كتير، بس انا شو اني بنزلها شوي لتحت بنزل الشغل انه يكون واضح. هلا اوكي، بس بدك تعرفي كيف عم تشتغلي انه الشغل يكون عندك مزبوط. اذا خربشت بوحدي رح يبين، حشوف اذا انا مخربشه هون. مخربشه لقيتها. بدك تركزي شوي عشان تعرفي وين ما جدلتيها، بيكون في اشي انتي مرقتي عنه ما جدلتي، بيكون مرقتي عنه ما استعملتي الجدل الليلة. طبعا انا بحاول هيك باصابيعي اني انزلهم. ما تخافي منه للخيط، حتى لو تمشكل معاكي او انت تمشكلتي معاه، بس بدك تنتبهي وين عم تغزيها او وين دخلتيها. بس ايوه لحقنا عليه. ايوه هلا محل ما خرب عادي بقصه. طبعا انا ممكن اسكت لاني عم بشتغل. هلا الحلو بالشغل انه بنسيكي وبتشتغلي بتبطلي تفكري بكتير اشياء. عن اذنكم بس شوي.
طبعا في احنا مبارح اشتغلنا هاي، انا معاكم اشتغلناها طبعا، لسه هاي انا ما خلصتها، بلكي كمان بكرة بفرجيكم اياها كيف، وبنكمل هاي كمان. هلا رح ارجع، هيك وبرجع ما بثبتها على، يعني ما بغزها هون هيك، ما بغز. طبعا هاي الحركة لكتير شغلات بتنفعك، لكتير شغلات لقدام اذا عرفتيها رح تنفعك بشغل البرازيلي. طبعا بس هيك بحاول اني انزلها، اعتقادي هي بلشت شوي تبين، راح اجيب لكم اياها تشوفوها كيف، لان انا عندي انستغرام وعندي الصفحة على الفيسبوك. طبعا انا بس اوصل لهون عشان بكرة افرجيكم كيف بنعمل فيهم وكيف بنكفيها لفوق. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معاي على هاي الشغلة البرازيلي، وتكونوا بخير وافطار شهي ورمضان كريم، ولا تنسونا على موعدنا من 5 للـ 6، وارجو انكم تنشروا لي الصفحة والانستغرام، واترككم بسلامة يا رب، وتسلموا لي ومع السلامة.